D1FM 91.2 يرحمهم في مقاله. هاك العام كان القلب الكبير والدنيا ماليها الخير، كان في طرف المدينة يسكن راجل زوالي هو ومريته، مرزقهمش ربي بالذرية، الله لا يحرم حد، خدام حزام وكل نهار وقسمه، أصله من قرية بعيدة جابوا رزقه لهالمدينة اللي ما يعرف فيها حد. الراجل كان قلبه كبير ومدلل مريته باللي يقدر، اللي يصوره في النهار يوكلها به في الليل، وما كانش يقرأ حساب الأيام. انهار من نهاراته هو في السوق يسمع في صوت يناديله باسمه، اتلفت يلقاه ولد عمه يسلم عليه ويطيح في رقبته بالبوس. قال له كي سبتك هنا؟ قال له انا من اللي خرجت من البلاد، وانا من مدينة لمدينة، وتوا عندي مديدة من اللي وليت نسكن هنا والحمد لله عرست. قال له اي مبروك، والله ما تتصورش قداش فرحت كي شفتك والجماعة الكل توحشوك. قال له انا زادة توحشتكم، وما شدني عليكم كان الخدمة، ما كتعرف مسؤولية، وما حبش يقول له اللي هو زوالي كي ما خرج من عندهم. قال له وانت كي سبتك هنا؟ قال له انا كنت في سفرة طويلة وتعديت على هالمدينة، قلت ندخل نعمل دورة في سوقها، يا اخي سبحان الله امكتب لي باش نشوفك. قال له مالت بيت الليلة عندي وترتاح من سفرك، وغدوة ان شاء الله تتوكل على ربي. قال له خليني نمشي ما نثقلش عليك، انت راجل مشاغلك برشا. قال له شيء، شد صحيح سي وخينا واحلف له بيمانات مغلظة موش مروح كان ميبات الليلة عنده. هيا قال له باهي هيا ملا. قال له كمل انت دورتك في السوق وانا نطمئن على الخدمة، ونتلاقاو في الجامعة بعد صلاة العصر ونروحوا مع بعضنا. قال له على الظالين امين، من حينك يمشي سي وخينا للجزار يكردي من عنده كيلو لحم، ويتعدى للخضار كيف كيف يكردي من عنده شوية خضرة وشوية غلة، ويتلاقى هو ولد عمه كيما تفاهموا بعد الصلات ويروحوا للدار. شافت مرته محمل بالخير والخمير، استغربت وقالت له شنو هذا؟ قال لها ادخل تو نحكي لك. خلى الضيف في البيت وخلط على مرته البيت المونة وقال لها هذا ولد عمي جا من البلاد، وانا اني تصرفت وجبت اللي نقدر عليه واللي ما نقدرش، ونحبك الطيب من عشاء وتخرج احسن ما عندك من معون ومن فراش للراجل، راهو باش يبات عندنا الليلة. قالت له وانت منين عندك الفلوس باش تجيب هذا الكل؟ قال له ما عنديش فلوس، اجريتهم ويخلصهم ربي من عنده على قريب ان شاء الله. قالت له وانت شلزك ايش قام عليك هالمصروف؟ قال لها تو الراجل عنده قداش ما شافنيش، وزيد هو باش يقعد بحذانا ليلة برك، وضيف ليلة ما نوريهش فقري. يرحمهم في مقاله.